يعني اولا انا يعني بشكركم جدا 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 على اصراركم ان انتم تبقوا متواجدين معانا النهارده والاحتفال، وحتى لو بشكل جزئي يعني، مع جمهور النادي الاهلي اللي مستنيكم النهارده بالملايين وهو قاعد بيتفرج عليكم، ومبسوطين جدا 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 بالشكل العام اللي اتغير لكرة اليد. وهبدا بيك يا كابتن محمد، وبعد كده وبكم البطولات، الدوري وكاس وسوبر افريقي، وان شاء الله البقيه تاتي. مش عايزين نحسد نفسنا. لا والله طبعا الحمد لله، يعني بشكر حضرتك الاول، واشكر القناه النادي الاهلي، يا بيتنا طبعا في الاول وفي الاخر، احنا كنا في بيتنا بالظبط، وده اقل واجب نقدر نعمله مع القناه بتاعتنا ان احنا نبقى موجودين فيها على طول يعني. طبعا بشكر ربنا وبشكر الجمهور وبشكر مجلس الاداره وكل زمايلي على اللي حصل الفتره اللي فاتت دي، هم فعلا تعبوا، لان يعني من اول يوم الناس امنت بالمشروع بتاعنا ان احنا جايين نعمل حاجه كويسه في المكان ده. في البدايه بيبقى في حبه صعوبات كالعاده، اتكعبلنا شويه، لكن الميزه ان احنا امننا كستاف وكلعيبه ان احنا ان شاء الله الاحسن جاي. فهو ده الحمد لله اللي عمل التغيير، ان انت تجتهد وتشتغل على حاجه ممكن تكون في البدايه صعبه. الدنيا في الاول شكلها ما كانش احسن حاجه، وحصل بعض العثرات، بدأت الناس تتكلم ايه ده مدرب جديد وجاي وبياخد وبيعمل والفرقه هي هي، الكلام الطبيعي، ايه الفرق بينكم وبين اللي قبليكوا. اهم حاجه ان احنا قفلنا على نفسنا، ما اهتمناش، ودايما كنت اقول لهم الكلام ده، ولا الكلام الحلو يخليك تفرح قوي، ولا الكلام الوحش يخليك تتاثر جد قوي. طول الوقت خد الامور بهدوء وباتزان، ان خلينا ماشيين زي ما احنا، الحاجه الكويسه ان شاء الله جايه قدام، خطوه خطوه هنوصل ان شاء الله للهدف اللي احنا راسمينه للنادي الاهلي ان شاء الله.